المرور وسط غياب واضح للشرطة المرور. شوارع بلا شرطة مرور، والسكان هم من ينظمون حركة السير في شوارع معظم المناطق السورية. بعد سنوات من الرعب الأمني في الشارع السوري، جاءت هذه الصور لتقول لوزارة الداخلية ومن خلفها كافة أفراد وعناصر الشرطة: الشعب السوري ما بينذل. مرت الأيام كلمح البصر، توالت الأحداث وتوسعت دائرة الاحتجاجات، وارتفعت معها أصوات حناجر السوريين الصارخة لحرية كانت حلما قبل 15 من آذار. هذا المشهد كان اعتياديا في شوارع سوريا قبل الثورة، فشرطي المرور حاكم آمر لا يجرؤ أي مواطن على عصيانه، لأنه وببساطة سيكلفه غرامة قد تصل عشرات الآلاف، هذا إن لم تحجز سيارته حتى يدفع المعلوم فوق الطاولة وتحتها. لكن هذا المشهد اختفى مع انطلاق ثورة الكرامة وتوسعها على امتداد الوطن، فالشرطي الذي عشش الفساد في مخيلته ظل مختبئا طوال تلك السنوات وراء جدار من الفساد المستشري حماه من غضب المواطنين، حتى بدأت نسائم الحرية تعم وتطبق الخناق أكثر فأكثر على النظام وأركان هرمه صغيرا وكبيرا. الشعب السوري عارف طريقه. حملة قام بها الشباب السوري في مناطق اختفى فيها أي أثر للنظام إلا من بعض عصابات الأمن والشبيحة التي تضرب وتهرب، فقاموا بتنظيف الساحات والأحياء وتنظيم حركة المرور كي لا تقع البلاد في فخ الفوضى، الفوضى التي يسعى النظام جاهدا لإغراق البلد فيها. لكن شباب الثورة كانوا بالمرصاد لكل تلك المخططات، فنظموا شوارع مدنهم التي خلت من شرطة المرور وراقبوا حركة السير دون رشوة أو فساد. تنظيم السير من قبل متطوعين شباب، وبذلك تكون معادلة ما بعد الثورة أن النظام لم يعد يمثل إلا القليل القليل من الأراضي السورية، من درعا إلى ريف دمشق وبعض مناطق دمشق وحمص وحماة وإدلب وريف حلب ومعظم الشرق السوري، مساحات جغرافية وبشرية خرجت من قبضة النظام وباتت تؤمن حياتها بنفسها. فمن يمثل النظام اليوم هم عصابات الأمن والشبيحة الذين يضربون ويهربون.